السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء حول العالم. طبعا يا أخوان، صديق إلي استورد 4 كلاب ماستيف تبتي. طبعا هاي الكلاب من أغلى سلالة كلاب في العالم، لكن الاستيراد أخذ وقت، وكانوا في مكان يعني مش كثير كويس. الكلاب إلها فترة بالاستيراد وإلها فترة عبين ما، فالكلاب صار عندها شوية مشاكل صحية، فجاب لي إياها. طبعا هو صديقي جاب لي إياها على أساس نبلش فيها شغل ونزبطها. أول شغلة أعطيناهم الطعم السداسي. 2، اليوم راح يتم تحميمهم وقصقصة شعرهم وتزبيطهم، بعدين راح نبلش نكمل في اللي هو حبوب الديدان ودواء برغوث وكراد وكل انواع الطعم. يعني كله هذا الكلب الذكر، شايفين كيف شعره زي الاسد. كله الزايد هذا اليوم بده ينكام بعد الحمام، وبدنا نظبطهم هان الاربعة. طبعا كلاب الماستيف التبتي في منها الوان، مثلا هاي جاية الحمراء، تعال هاي حلوة صغيرة لسه عمرها 10 أشهر زي الاسد. هذا عينيه حمر من الهواء، بس مش مشكلة، هذا بتعالج سهل. طبعا هذا الذكر، وهدول اناثي. هاي انثى عمر 2، هذا الذكر 3 سنين، هاي عمرها 10 أشهر، والانثى هذيك 10 أشهر. طبعا بدهم شغل اليوم، بنجهز له اياهم على اساس هو بده يحطهم بقفص، لكن راح نظبطهم. تعبانات طبعا، الاستيراد وفترة. تعال، في شعر زايد هذا كله بروح. طبعا انت لما بتشتري الشغلة وبتستوردها ما بتعرف كيف بتوصل، عشان هيك هذيك زي الاسد حلوة. هاي أنثى جميلة جدا، ابعد عني. Thank you.
تعالوا تعالوا هبتي هبتي تعال هبتي تعال طبعا زي ما شفتوا يا اخوان الوضع كيف بدهم شغل اليوم، بده تيجي واحدة مختصة تعمل له اياهم الشعر وتحممهم وتقصقص له اياهم، وبعدين بعد ما نجهزهم وينصحوا ويزبطوا 100% بصور لكم اياهم كمان مرة كيف بصيروا شكلهم. طبعا قبل الشتاء والبرد والمنخفضات اللي جاية اليوم بنجهزهم على السريع، يعني هذا الشعر كله الزايد هذا كله راح يروح يطير ان شاء الله. وبعد ما يجهزوا بيومين ثلاث وينشف ويتزبطوا بصور لكم اياهم كمان مره.